أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما رب بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.